كيف ركبت اللقطين داخلها لقطين، بدنا كمان بصل مفروم، ملح، بهار ابيض، بدنا قرفه، بهار حلو، برغل ابيض ناعم، ونعنع. اما لحشوه الكبه بيلزمنا زيت الزيتون مع بصل، حمص مقشور، دبس الرمان، حب الرمان، ملح، سماء، بهار ابيض، وسبانخ. اما رح ننتقل هلا لسلطه الشمندر. اكيد داخلها شمندر، بدنا تقريبا 6 حبات من الشمندر، زيت زيتون، خل احمر، ثوم، ملح، بقدونس، بصل اخضر، بدنا حبه البركه، وجبنه مشلشه. اكيد رح ننهي فقره ولدان بالتيستينج، اما بعد هالبريك رح نبلش اول فقره لليوم اللي هي بعلن معي ناتالي ياغي، ومن بعدها بترجع بتلاقوني انا سبيشال ايستر تيب. خليكم معنا. تجي تمشي المطبخ معي؟ مش معقول مروان، شو هالفوضى هيدا؟ مش معقول، انا ما بعرف اشتغل بمطبخ هيك، انتبه. مطبخي انا لما بيجي على قلبه بيمشي. اذا ما بيمشي المطبخ يعني في مشكله. على قلبه. اوكي، ليكو شو عملت لكم انا هلا بهالربع ساعه. يلا باي، خلصت الحلقه. سلقت اللقطين وقشرتها، يا لطيف، وسلقتهم وهرستهم. مش هيك معمولين هول؟ ايه 100%، هول مشويين شوي، مشويين بالفرن، نعم، بعدين مطحونين طحن، بعدين مطحونين طحن، مش متبلين بشي ابدا ابدا ابدا. بس شو جايين نعمل اذا مش متبلين؟ ولا ملح ولا شيء، بنروح نفل على البيت. اوكي، طعمي ضجي بالاستديو. هون عنا جنينة مهضومة، جنينة مهضومة، هيدي مش للسلاد. هيدي شو عنا هون؟ روقي لقلك، هيدي بدها تكون تتبيلة، بدك اياها بنعمل فيها، بنعمل سلاد كلها هيدي الكبة. لا كلها بسنة، انه هي الكبة طيبة بس مش سلاد يعني. اوكي، خبرني كيف كانت كبة الباذنجان؟ بتعقد. واو، عن جد؟ واو، كبة الباذنجان بتعرفي كلها اكثر من كبة السمك؟ It's something else. Different. It's different. بس بتستطعم بالباذنجان؟ ايه طبعا. اذا ما بتقلي فيها؟ ايه طبعا طبعا. طب بتسالي بتسالي انا شهيتي مجروحه. لا انه منكحه. ايه اكيد اكيد طبعا. هلا اذا ضيفتك قرص تعرف انه فيها باذنجان؟ ضيفيني قرص وشوف. ها؟ This eggplant or cucumber؟ طيب نحن شو اليوم؟ نحن اليوم نهار الجمعة. عم نطبخ كبة لقطين، كنا لازم نطبخها نهار ال شو بحب لما تجي وبتكون منظم حالك، يعني مش معقول عن جد، يعني كثير هالقد، يعني ما في مجال نعلق عن شيء كثير هالقد. كثير. طب خلص شو بدك مين انت يعني؟ لأنه بنزعج لما اشوف قصص مسكرة ومغطاية. أو بتحبي كل شيء مفتوح بالحياة؟ قلت لك طيب. ليكي اوكي، كوكينج از وات اللي نحن عم نعمله هلا، انه العجقه، البلانينج، اورجانيزيشن، ويلا وسام تايمز، يعني عرفتي يعني هال يعني الكيتشن هو از ا بليس از ويز ا لوت اوف كونفيجاليتي بين الناس اللي عم تشتغل. واضح. و لا والله اسمعي لك هلا، توكينج اباوت العجقه اللي حوالينا، ومش عم بعمل يعني بس لحتى برر اوكي مشاهدينا، بس اللي عم بقوله اذا بتجوا على بروفيشنال كيتشن بتفوتوا عليها بتشوفوا انه فريمون يعني في مثل خليط نحل وعم تبرم. صح. فما حلو تفوتي على مطبخ انه تكون هيك، بتصير بورينج الشغله. كل من هيك انا بحب على طول اعمل سسبنس وهيدا. شو قصدها؟ طيب. واضح. ما تبلشي هلا. البرغل بده نقع مانون؟ البرغل بده البرغل هلا رح نقعه شوي صغيره لانه بياخذ من ميه اللقطين. بياخذ ميه اللقطين بس مش كافي. مش كافي، بس انا رح اترككم هلا بلا نقع مثل الباذنجان زيت الشيء. يعني هون تقريبا عندنا اذا بدك هولي؟ لا رح بعد. اوكي هلا شو بعمل؟ بحط عليهم هيك
انه اكيد المشاهدين في الوصفه رح تمرق هلا بيمشوا عليها. انا حطيتهم بلا 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 نقع بالمره. مثل ما على طول بقول بنحطهم بلا نقع لانه اللقطين اوريدي هو والتابل اللي رح نحط عليه اوكي رح يخلي مثل الباذنجان رح يخلي هالخلطه تصير اوموجين. اذا بحط كثير ماء ما تنسى هون ما عندي بروتين. يعني ما عندي زب ما عندي سمك ما عندي لحمه ما عندي دجاج. شيء لما تنطبخ يصير فيها بروتين يعني كوغوليشن ويلقط. سو كل اللي بده يلقط هن الستارتش هن اللي بده يعني هون محل بروتين عم نشيله ونحط ستارتش محله. اوكي ذاتس واي يعني بتشوفي هلا هي شوي صغيره بعد من هلا رح تصير رح تشرق يعني. وبرجع بقول لك انا كنت بصراحه ناوي اجي ابكر بكثير بس فور سام ريزنز لان بصراحه مسافر اليوم وكنت عم ضب الشنطه. ليش بدك تيجي ابكر؟ لحتى نحطهم ننقعهم. ننقعهم يعني بكير قبل الهواء لحتى تشدها مزبوط مثل ما بدي اياها. بس حط لها بعد شوية برغل. خدني انا وبحط البرغل. خلي يصير عندي سيلف ساتسفاكشن والا ما بصير عندي سيلف ساتسفاكشن. اوكي ذاتس ات. اوكي هلا بنعمل لها التابلة. بنحطها معها وبنتركها شوية النقع هي والتابلة. بننقل على الحشوة. من بعد الحشوة حشوة شو بتكون؟ الحشوة رح بصل؟ تكون بصل رح تكون حمص رح تكون رمان ورح تكون سبانخ. اوكي؟ سبانخ. هاي شو اوبشن يعني؟ كيف بيطلقتين في حشوة تانية بنعمله او حشوة حمص مع رمان وبصل كتير او حشوة سبانخ. اوكي هلا انا رح اعمل حشوة حمص سبانخ مثل الفطاير يعني؟ لا بنعمل قليل سبانخ مع بصل بس بلا حمص مع ملح مع بهار مع كتير بصل ذاتس ات. هلا رح اعمل اثنين حشوتين مع بعض لانه انا بحب سبانخ بحب الحمص بقلبها و بصل اكيد واكيد بصل وبحب دبس الرمان. سو رح اعمل لهم كلها هيدا كلها رح اعملها معهم بحشوة وحدة ونحطهم بقلبها. انا معك. اوكي انا كمان هي بنتركها ترتاح لك. اوكي هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نجيب هيدي السلة لهون غير شر. شو بدك تعمل؟ هلا بدي احضر ال شو اسمها هيدي؟ التابلة. التابلة طبعا بديك ولا لا؟ بلا يلا. اوكي هي التابلة بدنا نطحنها على المكنة؟ بدي اطحنها على المكنة اعملها بيوري حطها بقلبها. بصلة الا 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 لامك انه رح اجيب لها ايبرن علي مارون شديد. تمام اوكي. كان عم بيقول لي تحت الهواء انه والدته بوجه لها تحيه بدها جاكيت من اللي انا بلبسهم. بس رح اجيب لها شيء احسن. بدها تلبسها هي جاكيتي بالمطبخ. هي عم تشتغل. رح اجيب لها ايبرن. شو بدها لون بيربل احمر؟ الاسم خلص حبيت معلومه قوي. انت مارون مش هيك؟ شديد كمان. ما بتعرفي على السوشيال ميديا بكون عم بخلق اكونت. بتعرفي هلا لمارون شديد اس ال ماخذين ماخذين مين بيطلع مارون شديد بالاخر رسمه مارون شديد حضرته. عجب بنطلب منك تنازل على الهواء. نو واي والله العظيم. صار بدك تعمل شو اسمه هلا عم نعمل بارتر هلا بارتر اكزاكتلي. وين النعنع والكزبره؟ ما بعرف انا لقيت قلب الخسه. ايه اوكي هيدا النعنع هون هيدا بقدونس نحطهم هون. طيب الخس. طيب انا كمان هلا رح اعمل لك سلطه خس. رح اخذ حاره راس حار كمان هودي نعنع مشاهدينا كله هذا للتابله تبع الكبه. حبيت الموسيقى اليوم. ويك اند ميوزك. ايه خي بلش الويك اند مارون. ايه انا لا ويك اند تبعي الويكند تبعي بيخلص بكره على اساس رايح على دبي. صفا مسافر مارون. وبوجه تحيه لكل مشاهدينا بدبي بالخليج العربي. يو جوينغ فور؟ فور فان. اوف كورس طبعا. هيك مارون طبعا. هلا بنشوف صورك على الفيسبوك على البحر. ايه عرفت كيف؟ عم بتشمس بيجي برونزي. في عندنا حبه شو اسمه هون؟ شو بدك؟ مش معقول اكلتيها؟ اكلتيها؟ لا ما اكلتها عشان فتي. انا شفت رح نحط فليفله بقلبها؟ قلت ايه ليش لا؟ ولا بالتابله شو بيأثر يعني؟ انه شو؟ ما حدا قال لا شو؟ ما بتعملي كبينيه مع فليفله بقلبها؟
كبانية مع فليفله. ايه بالتابلة أكلة. هي الخاصة لشو جايبة أنت؟ بس تنعرف قد ايه فينا ندوق منها. فيك تدوقي قد ما بدك. بصراحة هيدي بقيت من امبارح. قلت بحطها مزهرية قدامنا هون. أنا حبيت. فا مشان ما تضلها مزهرية فينا ناكلها. شو بعد بدنا نحط بقلبها؟ خلص بكفي هالقد منيح. بصل هون كزبرة نعناع فليفلة خضرة نعم فليفلة حرة ملح ملح شوية قرفة مشاهدينا مش كتير لأنه القرفة للطعمة مش إنه زنخة وما زنخة وما بعرف شو رولا صفا بدها تسخن قهوتها ومستحية رولا صابرين إن شاء الله رولا أنتوا عم تشتغلوا على غدا وأنا عم بشتغل على غدا أنت قولي لي كنا نحن طبخنا لك قهوة لا أنا عم بشتغل على ترويقتي ترويقتي شو في هون نحن عم نحضر الغدا بدك شوية بهار حلو ملح بقدونس كزبرة شوكليت سبرينكلز مثلا يام شو هالريحة ليك لازم تحطي شوية قرفة بقهوتك ما قدرت اتحمل بدي انطر لبعض مفكرة بس قد ما تينا حشت بدك تحشي معي؟ ما لا بطل اكل معي مافن مش الحال خسر بعد شوي خسروا لا واخيرا كبة طلقتين رح تتم من دون حسد وين في خشب؟ اليوم كيف بتلاقين؟ عم بتلاقي يا شور هلا بنطلع لايف بعد شوي لا بدي عم بقول لك من دون حسب بدي دقع شي خشب لانه صار لي جمعتين بيجي جمعتين بنقول كيف بتلاقين بليز لايف بدنا لايف لا ما بدنا لايف من هون شو هالرواية طلعت حلوة التيبلة جنن نايس شو قررتوا تحشوها؟ كان في هون دبيت على الحشوة حمص او كل شيء طلع خلص شو رح نحط؟ حمص وسبانخ وبصل كل شيء اصلا انا ضايقتها من ايديك يوم مش بس رح ذوق رح ذوق الشباب وانا كمان if you know what I mean of course I do of course I do doggy bag هيدا مين doggy literally doggy bag for my dogs يام بس ليش اخضر؟ لانه فليفله والهيدا بيعطوا لون اخضر النعناع والكزبره والبقدونس وكل هيدا يامي بتعرف شو؟ I would like this as a بيكون بيس لساندويتش صح؟ ايه سبريد هيدي باي ذا واي اذا بتخلطيها وذ ليتل من وذ ليتل مايو مايو اه والله بتحكي يا شور معنا اتصال مارون الو 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 ايه الو بونجور ما بعرف شو بدها تقولي بليز بدي اسال الشيف إذا كان ليه بتطلع رخوة كبة اللقطين معي؟ رح أقول لك ليش؟ حبيت سؤالك. أول شيء بونجور مين معنا؟ بفتكر هيدي بتصير مع كذا شخص. أوه عم بيروح الخط. طيب رح جاوب عشان هيك إذا لاحظتي كريستيان أول شيء أنا بنصح على طول لما بنعمل كبة لقطين نجيب باللقطين في عدة أنواع، أول شيء نقي النوع اللازم مضبوط اللي هو فيه الفلاش الأورنج. واحد. اثنين بدك لما تجيبي اللقطينه هلا في ناس تسلقها في ناس تطبخها على الفابور في ناس تشويها هلا تتخففي انه اللقطين يمتص مي لما بتسلقيه فيك تشويهم شوي بالفرن وبتشيليهم وبحال سلقتيهم لازم بس تشيليهم تحطيهم بفوطه وتعصريهم من المي هلا بفضل الشوي لانه الشوي بيخلي طعمه اللقطين موجوده بالمي بصير في دايلوشن يعني بتروح طعمه اللقطين بالمي وبذات الوقت لما بتخلص اللقطين حطي البرغل بلا نقع مثل ما هلا عملنا البرغل بلا نقع اذا في مي زياده او رطوبه زياده بقلب اللقطين البرغل بيشربها هلا اذا كثير في مي لانه صار شيء غلط بالقبل فينا بعدين نزيد شوية طحين او نزيد برغل زياده فكرمال هيك بتطلع رخوه ليكي هلا اوريدي يعني التكستشر تبعها كيف هي هيدي بلا مي هيدي مشوية هيدي بلا مي واللقطين مشوي ومشوي يا حيي ايه شفتي؟ عظيمة يعني هلا انا اذا بشيلها بدي اقرصها هيدي اوريدي بتنعمل يا حيي فيها قرصها واو هلا بعد بدي اضربها على المكنة بدي اخليها شوي لتنقع ليه بنضربها بعد على المكنة؟ لأنه بدي اللقطين ينطحن أكثر بدي اياها تصير أوموجين يصير عندي عجينة يعني. عندي ستراكشر مضبوط وبذات الوقت لما باكلها تفت بتم ما احس في عجينه شو اجباري تنحط على المكنه الكبده او تنحط على المكنه او اذا عندك بتر يعني الخفيقه تحطي الكف تربيع الكف لحتى كمان البرغل يندعك ويفتح أوكي. لما البرغل يفتح بصير في ابسوربشن للليكويدز اكثر والطعميه اللي بالبرغل بتطلع البرغل شغله كثير عظيمه بالاكل هي هي هلا كمكونات هي هي كمكونات هلا بندوق اذا بدها ملح بدها بهار وبنرجع بنظبطها اوكي جوابت بعتقد على السؤال بفتكر جوابت وزيادة كمان اوكي يلا
هيدي فينا نشيلها نحطها او بدك تدوق قبل؟ لا بدنا هلا اذا بدك تينا شو فيك تسقطها؟ نو نو مش بس تحطيهم هون تكيات تنقعهم بلا ما نضربها بلا ما نضربها هلا بعدين نضربها خلص اوكي هلا رح انه بلش حضر للحشوه تبعها لحضر للحشوه بدي زيح كل هالخبار قدامي عم ينزلوا لتحت كلهم العريشة لحقهم هيجل اسمه خيط انا عارف ولا هيدي هون طيب بدي هلا طنجرة هي بتتاكل ني دخلك؟ ايه طبعا مش هيك؟ فرجيني كيف بدك لانه ما في شيء ما هي خضرة بخضرة يعني بدنا ملح هلا بس دقيقة انتبه بتشوفي ان البرغل بعده كثير عم يقرش اوكي هلا اذا طبخناها هيك رح تشوفي البرغل حتى لما نطبخها بيكون بعده عم يقرش بس هو انا هلا بتركها تنقع ليشرب يشرب يشرب طب الكبة النية كيف بيعملوا؟ الكبة النية ما تنسي البرغل بتغسليه وتنقعيه شوي قبل منقوع لان مشان هيك وهون ما في مي يعني مش انه في مي لدغري يصير في ابسوربشن بالعكس في رطوبة يعني يعني الـ 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 مش كافية الـ 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 النقع او السوكينج تبع البرغل بطيء كثير بطيء You see, the taste is really wonderful. Okay, هيدي شوية ملح. حدا قال لي شيء بدي انت ما سمعت. ايه انا كمان ما سمعت. بعرف الصوت. لا. اهلا اهلا. لانه في اصوات اقوى من اصوات. في اصوات رجولية وفي اصوات بس خجولي كثير صوتك انه زويا ما عم نسمعه منيح. ميرسي. نحن بنعزمك على التيستينج باي ذا واي يعني اذا على بالك. انت على طولك يقطع لك سمك. طيب. هون شو عم نعمل زيت زيتون.